يتمنى الكثير منا أن يخسر بعض الكيلوغرامات من وزنه، فيكون أول الحلول هو النظر إلى ما نتناوله من أطعمة تزيد من وزننا أو تعمل على ثباته، ويبدأ التفكير في تضمين الأطعمة التي تزيد من معدلات الحرق في الجسم ولا تحتوي على سعرات حرارية عالية. ولكن هل فكرت يوما في بذور الكتان؟ وهل هي حقا تساعد في تنحيف الجسم؟ هذا ما سوف نكتشفه في هذا الفيديو. سنعرض لكم بعض الحقائق حول بذور الكتان وطرق الاستفادة منها. لذا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتنضموا إلى عائلتنا الصحية. جهزوا مشروبكم المفضل ودعونا نبدأ. السمنة تعتبر عاملاً رئيسياً في زيادة خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم. لذا يسعى الكثيرون لفقدان الوزن الزائد للحد من تراكم الدهون في الجسم. لذلك تعتبر بذور الكتان إحدى الطرق المفيدة لتقليل دهون البطن. فبذور الكتان هي واحدة من الحبوب الغنية بالمغذيات والتي تتميز بقيمتها الغذائية العالية وفوائدها الصحية المتعددة. فرغم صغر حجمها، تحمل بذور الكتان فوائد كبيرة للصحة تجعلها تستحق الاهتمام. ولكن كيف لتلك البذور الصغيرة أن تكون حلاً في نسف دهون البطن؟ تحتوي بذور الكتان على مركبات مفيدة خصوصاً فيما يتعلق بخسارة الوزن، ومن هذه المركبات الإيزوفلافون ومضادات الأكسدة والأحماض الدهنية أوميجا 3. تتميز بذور الكتان بكونها مصدراً غنياً بحمض ألفا لينولينيك، وهو حمض دهني أساسي غير مشبع. يقوم الجسم بتحويل هذا الحمض إلى أحماض أوميجا 3 المضادة للالتهابات، مما يساعد على إدارة الوزن والحفاظ على الوزن الطبيعي. تساعد بذور الكتان على تحسين القدرة على التحكم بمستويات السكر في الدم، وذلك له دور في المساهمة في العمل على توازن السكر في الدم ومستويات الأنسولين، وهذه الآثار جميعها قد تكون مسؤولة بشكل كبير عن تنحيف البطن. كما أن بذور الكتان مصدراً غنياً بالألياف التي تسهم في تقليل خطر الإصابة بالسمنة. تعزز هذه الألياف من الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يؤدي إلى تقليل كمية الطعام المتناول وبالتالي تحقيق نقص في الوزن بكل سهولة. تشير الأبحاث إلى أن الميكروبيوم، أي البكتيريا المتواجدة في الجهاز الهضمي، تتفاعل بشكل فعال مع مكونات الأطعمة النباتية، مما يؤثر بشكل إيجابي على صحة ووزن الأفراد. وفي دراسات صغيرة أخرى، أظهرت أن ألياف بذور الكتان تسهم في ضبط الشهية وزيادة الشعور بالشبع والرضا. وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه البذور على مادة صمبية تساعد على شعور بالامتلاء عند تناولها بعد نقعها في الماء، مما يقلل من كمية الطعام المتناول خلال اليوم. يفضل تناول بذور الكتان قبل الوجبات بنصف ساعة لتحقيق الشعور بالشبع وتقليل الكمية المتناولة. وللحصول على فوائدها الكاملة، يجب تناولها مطحونة بدلاً من شكل الحبوب، حيث يفقد الجسم الفوائد الكاملة لمضادات الأكسدة عند تناولها على شكل حبوب كاملة. بعد التعرف على كيف يمكن لبذور الكتان أن تكون عاملاً في استعادة رشاقتنا وخفة وزننا، يبقى الأهم هو كيف يمكن تضمينها إلى وجباتنا للحصول على نتائج مدهشة. سنترككم الآن مع 5 وصفات صحية لبذور الكتان. تعتبر بذور الكتان إضافة قيمة لأي نظام غذائي نظراً لمجموعة الفوائد الصحية التي توفرها. يمكن استخدام بذور الكتان في العديد من الوصفات مثل الخبز
والمعجنات والعصائر أو حتى في إضافتها إلى الماء وحدها. لذلك فإن تضمينه إلى وجباتنا بشكل سليم يعتبر طريقاً للوصول إلى أهدافنا والشعور بالخفة والرشاقة. فلا تتركوا أنفسكم للسمنة واجعلوا بذور الكتان جرءاً من رحلتكم للوصول إلى وزنكم المثالي واستعادة حياتكم بشكل صحي. شكراً لمشاهدتكم هذا الفيديو، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات. لا تترددوا في مشاركة تجاربكم مع بذور الكتان أو ترك تعليقاتكم أو أسئلتكم في قسم التعليقات أدناه. وللمزيد من المعلومات والفيديوهات الرائعة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد منا. حتى اللقاء في فيديوهاتنا القادمة، دمتم في أمان الله ورعايته. نتمنى لكم دائما الصحة والسعادة والنشاط. إلى اللقاء.